بحب النادي الاولمبي بقى اكتر من 50 سنه. فانا الكابتن عبد الله لما جاب الجون الرويني، فانا حاجه يعني من نفس كده هو طلعت ال100 جنيه وزعقت عليه، هو رفض ياخدها وما خدهاش الحق، ما خدهاش. لكن انا مستعد ادفع المية وادفع المتين وادفع كل ما املكه في حياتي في سبيل حبي وانتمائي للنادي الاولمبي. انا ممكن نختلف مع اي حد بسبب النادي، ممكن نختلف مع بيتي، مع اولادي، قرايبي، اهلي، اصدقائي، حبايبي. احنا نتمنى قبل ما احنا نقابل رب كريم، نتمنى اللي نشوف النادي الاولمبي في مكانته الطبيعيه، في مكانه الطبيعي اللي هو كان بيلعب من سنه 1948. نتمنى ان النادي الاولمبي يرجع ويرجع اقوى ويرجع ان شاء الله ياخد لنا البطوله، ويا رب نشوف الاولمبي قبل ما احنا نقابل رب كريم يكون هو في الدوري الممتاز باذن الله.